هذيك الغابه اللي مطرقه بزاف الناس ساكتين عليها. انا اللي بغيت نطلب اولا من اللي كيتلقى الاحتجاجات ديال الطلبه وديال الاطباء اليوم انه ما يشخصنش الامور، فحنا ما كنقصدوا حتى شي واحد بشخصه ولا بالاسم ديالو. احنا اليوم تجمعنا ترحما اولا ترحما على الروح ديال الاخ ديالنا الفقيد الدكتور ياسين رشيد، وكنتاسفوا الوفاه ديالو. السيد اللي كان اخ وصديق ديال جميع اطراف هذا المستشفى من القريب والبعيد. والسبب الثاني اللي تجمعنا عليه اليوم ان شاء الله في هذه الوقفه هو تذكير وتاكيد على الحرص على سلامه وصحه النفسيه للطبيب والطالب ديال الطب، لان شحال من واحد كيهمل هذه القضيه، وان الصحه النفسيه بصفه عامه في المجتمع ديالنا كتشاف او سيكوند دوغري كيفاش كنقول، لان كي قال الزميل ديالنا الدكتور العيساوي في الوقفه ان الطبيب اللي كيخدم مده 48 ساعه كيدوز حراسه ديال نهايه الاسبوع ديال السبت والاحد 48 ساعه بالليل ديالها بالصباح، ونهار الاثنين كيبدا الخدمه مع 8 الصباح بشكل عادي. فكنظن ان جميع الناس غيتفقوا معايا على ان هذه ماشي ظروف، وماشي ظروف ملائمه لهذا المريض باش يقدم الخدمات الطبيه ديالو على كامل الوجهه ديالو بالنسبه للمريض المغربي، لان الطبيب كيبقى كيعاني من الارهاق وما كيخدمش الخدمات ديالو المريض المغربي بصفه فعاله. لذلك كنطالبوا جميع الجهات المعنيه انه يتفتح نقاش ونشوفوا شنو هما النقاط السلبيه، ولمالا تحسين وايجاد حلول باش نحسنوا من هذه ونتفاداو ان هذه الماساه توقع في صف ديال طلبه الطب واطباء الداخليين والخارجين، لان ياسين يقدر يكون ماشي هو الاول وماشي هو الاخر. بالنسبه للخبر ديال الوفاه تلقيناه يعني عبر وسائل التواصل الاجتماعي من بعض الزملاء اللي كانوا معاه في المستشفى اللي في فرنسا، من بعد ما تعرفت الهويه ديالو وشكون هو ومن اشمن المركز جاي، فهم تواصلوا مع الزملاء ديالو هنا وخبروهم. القضيه ديال كيفيه الوفاه كانت تاخر شويه الاعلان ديالها حتى مشى واحد من افراد العائله ديالو اللي قام بالاجراءات الرسميه وخد الحاجيه ديالو ايتو، دونك احتراما للعائله خليناهم هما اللي انونسيوها. بالنسبه للسؤال البرلماني فجا في السياق، يعني ما يمكنش السياسي في البلاد يشوف حاله واقعة في قطاع حساس وحيوي بحال هذا، وماشي حاجه اللي كنشوفوها كل نهار. يعني ما يمكنش نقارنوا راسنا حنا مثلا بفرنسا في نسبه الانتحار عند الاطباء، كاين فوارق كبيره، كاين الفوارق في الوازع الاجتماعي، كاين الوازع الديني، كاين الاشياء اللي كتمنع الانسان انه يقدم على هذه الخطوات. يعني هذا الشيء علاش كحنا كنشوفوا الواقع ديالها كبير بزاف، يعني بما ان الانسان قدر يوصل لمرحله التنفيذ فهو قدر يتجاوز الوازع الاخلاقي والوازع الاجتماعي والوازع الديني. يعني راه ربي اللي عانى بالحاله النفسيه اللي كان فيها باش تقدر تقاوم هذا الشيء كامل وتوصل لمرحله التنفيذ. كانسان عادي انت غادي تقول راه ما يمكنش، ما غاتقدرش تخيلها. واش تقدر انت تقدر تفكر انك توضع حد لحياتك؟ ما كدوش شكل فكره في راسك، كتقول كاين الاف الحلول قبل، ما كاين الناس اللي كيامنوا ان هذاك هو الحل. نفسيا كيولي بان ليه هذاك هو الحل. هادشي كامل تقال وكاين العائله اللي كتقول بانه كان متعرض لضغوطات في المصلحه ديالو، انه صرح بهادشي اكثر من مره للام ديالو، وانه كان في مراسلات دائمه معاهم، وانه عبر على هادشي للزملاء ديالو، وكاين بعض الزملاء اللي اكدوا هادشي ومستعدين يقدموا شهادات فالتحقيقات اللي كتكون سواء في المصلحه او المستشفى بانه فعلا كاين ضغوطات تمارس بواحد الطرق الغير مقبوله من طرف بعض المسؤولين على التكوين. ما يمكنش كيف ما قلت لكم نعطيو معطيات في امور لازال جاري فيها التحقيق سواء من الاداره او من القضاء. كاين ضغوطات، كاين بعض الامور اللي خارج السياق واللي ما خصهاش تبقى، هذه ناكدها لكم. كاين تجاوزات اللي ما خصهاش تبقى، واذا مازال القضاء كيدير البحث ديالو، مازال الاداره كدير البحث ديالها، ومازال الاستاذ رئيس المصلحه كيدير البحث ديالو. ان شاء الله راه ملي غادي يخرجوا لي بي في ديال هاد التحقيقات راه غيتنشروا. لا ما عندنا ما نخبيو، راه اللي عنده شي حاجه كيقولها ملي غيخرج هادشي كامل غيتنشر ان شاء الله. غير كيف ما قلت لك، اذا ما ثبت انه فعلا هاد الامور وقعت وهاد التجاوزات كانت، فالحاجه الوحيده اللي ما نقدروش نسكتوا عليها هي ان الظالم او مرتكب هادشي لازم ينال الجزاء ديالو. كنفضل احتراما للناس اللي عرفوه والعائله ديالو ما نطرقوش لهذا الشيء، احتراما للذكرى ديالو هو. راه كيف ما قلت لك راه الله يحسن عوان اللي دار،
وكيف ما كاين القولة الشهيرة اللي كتقول ان مصلحة الامراض النفسية فهي عامرة بالضحايا المرضى النفسانيين ماشي بالمرضى النفسانيين. كنتمنى تكون الرسالة وصلت. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.